آه بتحسي الجنازة لحدا من قرايبيننا، والله رح أموت. وحضرتك هربتي بحجة الورد وتركتي الشغل كله علي ست جوري. جوري ليكي بشو عم فكر؟ إنه أنور بيك عن جد طلع زلمة مسكين، ما شفتي؟ ليكو ابنه ما راح جنازة والبنت بالزور راحت. كرمال الله أختي، على القليلة اليوم اسكتي. ليش شوفي اليوم بالله؟ مين اللي زعل على موت أنور بيك، نحن ولا هنن؟ حتى ما نزلت له دمعة واحدة يا حرام. هداك ابنه المجنون ما طلع من غرفته أبدا، والأميرة أخته ما لمت أسرة بموتة أبوها. لك أنت كيف بتحكي بهالطريقة؟ مين قالك إنه طوليب خانم مو متأسرة بموت أبوها؟ لك جوري هي رفيقتك، بجوز بتخاف على مكياجها أكثر من أهلها. سكتي وما بقى تحكي بنوب. اسمعي منيح، أوعك تغلطي بحق طوليب خانم وإلا بتندمي والله. أنت كرمال وحدة مثل هي عم تهددي أختك مو؟ طوليب خانم ما بتشبه أي حدا، عم نشتغل هون من سنين، احترمي هالشي عيب عليكي. بدك تعلميني شو العيب بالله؟ روحي تعلمي كيف المفروض تحكي مع اختك. وانتي صار لازم تحترمي حالك. لا عم سوتي يا كثير، اسمعي مني يا ليلة التربية، بدي ربيكي من جديد. انت صار وحده ما بتحترمي الاكبر منك بنوب. خلاص شو عم يصير؟ شو بكون؟ ولا شي بابا. هالبنت عالمو براسها بابا، بدون سبب شدت لي شعري. لك انتي اللي بلشتي. انا هيك ربيتكن؟ لك ما في احترام انه اليوم في عنا جنازة؟ جوري شو في اختي؟ ما رح اسمح لها هيول لا تقلل ادبها مرة تانية ابدا. روحي وقولي لا تحكي عن طوليب خانم من ورا ظهرها. طيب هلأ فهمت ليش متضايقة يا حرام. انت سبقينا سيلين. شوفي انت معك حق، احيانا يولا لما بتحكي بتزودها، بس موضوع طوليب خانم صاير عندك مثل المرض. هذا ما اسمه مرض. تتذكري وقت أمي كانت تقعد وتحكي لنا قصص؟ وقت كانت أمي تمرض كنت أهرب لأبكي، كنت روح على حديقة القصر مشان ما تشوفني أمي عم أبكي وتتضايق بسببي. كنت شوفها لطوليب خانم وهي واقفة على البلكون، كانت بتجنن وكانت بتشبه كتير الأميرات يلي كانت أمي بتحكي لي عنه. وبعدين إذا بتتذكري تأزم وضعها، بعد ما نقلوها على المستشفى رحت وقصيتوا لي شعري بعد ما كان طويل لنص ظهري، بس شعرات طوليب خانم كانوا طوال كتير مثل الحرير. وبعدها ما عاد شفت امي، بس كل ما شوف طوليب خانم بتذكر قصص امي الحلوه. هي ملاكي، جوري انت كمان ملاكي حبيبتي. تعي لعندي على البيت لنشوف فستان تخرجك. يلا جوري طالعة بتاخدي العقل يا اختي. ورجيني كأنه قصير شوي.
أي يي شكتك الإبرة معناها راحت عنسي. كيف يعني مسعودة؟ إيه شو بيعرفني أنا، هيك بيقولوا ولا يهمك. خلينا نطوله شوي بلا ما يشوفه مجد لأنه بغار كتير. مجد ما رح يشوف الفستان علي. خير إن شاء الله. ليش مو رايحة معه على الحفلة؟ هيك عأساس. إيه بس رجع سمعني حكي بلا طعمة. من لما أنا فتت على الجامعة ونحن منتخانق مع بعضنا كل يوم بيتحول بس يسمع بالجامعة وما بيطيق أحكي له شي عن رفقاتي. إيه معلش، الشاب مو طالع بإيده شي، اجيتوا على هالدنيا مع بعض. أنت طلعتي من الحارة وتربيتي بالقصور وتعلمتي ورح تتخرجي بعد كام يوم. ما شاء الله. وبعد فترة رح تشتغلي بشهادتك. بس مجد ترك الدراسة، يوم جرسون ويوم على الموتور، شو بده يعمل؟ يعني معه حق، حاسس حاله أقل منك.